بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا شباب للجزء الرابع من الوحدة الثانية، واللي هو خاص بحل أسئلة القواعد على الوحدة الثانية من كتاب جيم. الوحدة الثانية القاعدة بتاعتها كانت زمن المضارع التام، وكان الشرح بتاعها موجود في الجزء الثاني من الوحدة. طبعا روابط كل الأجزاء اللي فاتت وحتى الجزء الخامس ورابط قائمة التشغيل بتاع الوحدة كلها هتلاقيه في صندوق الوصف. ما تنساش تشترك في القناة وتشير الفيديو لكل أصحابك وتعمل لايك الفيديو وتسيب الكومنت بتاعك، ويلا نروح نحل ونرجع لبعض تاني. أول جملة بتقول look what you not how can we clean the floor now، بيقول له بص على اللي انت عملته، طب ازاي هننظف الارض دلوقتي. خد بالك بيتكلم عن حاجة تمت واثرها باقي، لانه بيقول له بص على اللي انت عملته، يبقى حاجة لسه موجودة في الاثر باقي حتى مش عارف ينظف ازاي، فبيتكلم عن مضارع تام have done letter C علشان you طبعا جمع تاخد have مش has. Number 2 I have played football not 5 years، طالما 5 years مدة محددة عدد من السنين يبقى 4 letter D. We not what to do for the holidays yet، طالما في yet في آخر الكلام يبقى دي مضارع تام منفي، يبقى haven't أو hasn't، وعشان we جمع يبقى haven't decided letter A. عادل is really happy. He not 10,000 pounds. هو فرحان، هو جمع أو فاز ب 10,000 جنيه. طبعا احنا بنتكلم عن هو حاليا happy، اوكي؟ فيبقى ده حدث أثره باقي، لان لسه الموضوع هو لسه فرحان فلسه كسبان فلوس. ف has just won letter C has just won، معروف ان طبعا هي تاخد has، فبالتالي هنستبعد طبعا letter A وletter B، اوكي؟ وطبعا C ما فيهاش has فهي has وjust won، مش هينفع ماضي طبعا، مش هينفع بيه خالص. Number 5 there is something wrong with his car، في حاجه غلط في العربيه، so he not it to the garage، علشان كده هو اخذ العربيه على الجراج. has taken، اشمعنى اخترنا has taken؟ يعني علشان في حاجة غلط دلوقتي في العربية، فهياخد العربية دلوقتي حاليا في المضارع مش في الماضي، اوكي؟ وطبعا مش هينفع has been لان مش هينفع مجهول، لانه مش هينفع نقول هو اتاخد بواسطة العربية، هو اخد العربية، اوكي؟ وده نفس الكلام برضو letter D برضو مجهول، خد بالك. Number 6 it's ages، عدت سنوات او عصور since we last not some good news، اتفقنا ان it's age since وبيجي بعدها فعل ماضي على طول heard. Number 7 we not enormous problems recently with ants in the kitchen we just can't get rid of them. كويس، حاليا recently في الوقت الحالي كلمة تدل على المضارع التام، مش قادرين حاليا ان احنا نتخلص منها، دينا مشكلة مع النمل، يبقى have had عشان we جمع have had letter B. Number 8 I have read more than 100 novels but I not plays no or poems. بيقول ان انا قريت اكتر من 100 novel 100 روايه but I not plays or poems، بس ما قريتش خالص لا plays مسرحيات ولا poems قصايد. مضارع تام في الجمله الاولانيه، ولو انت شايف بيكمل وبيربط فيبقى برضه مضارع تام بس منفي، فيبقى have never read، بس have never read letter B. طالما قال but يبقى لازم النص الاول مثبت، النص الثاني يبقى منفي. We not in Port Said for 3 years now and we like it a lot. شايف for اوكي يبقى have lived زمن مضارع تام. Letter A. It's one of the most magnificent views I not. والله ده واحد من المناظر الاروع اللي انا شفتها. التعبير بتاع الصفة و ACT أو the most والصفة اللي هي صيغة التفضيل دايما بتيجي مع have أو has ever والتصريف التالت have ever seen have ever seen letter B. إبراهيم not for TV interviews about his new book. إبراهيم عمل 4 لقاءات تلفزيونية علشان الكتاب بتاعه. أوكي احنا بنتكلم عن مضارع تام has already done. ليه مش is doing؟ is doing علشان هو بيقول for TV interviews about his new book، لان هو بيتكلم عن عدد، ولما يبقى بيقول لك عدد الحاجات فما ينفعش تستخدم مضارع مستمر مع العدد. ليه مش has never؟ ليه مش نفي؟ ليه مش letter B يعني؟ لانه ما ينفعش اقول هو ما عملش 4 حاجات، ايه ما عملش؟ ما عملش ولا واحد، يبقى مش 4. فطالما حدد عدد 4 يبقى has already done. Number 12 I not عمر for 3 years. We still meet once a month. ما زلنا بنتقابل مرة كل شهر. شايف انت كلمة for زمن مضارع تام have known letter A. Number 13
I not 3 cups of tea with all my family this morning. طبعا I ما تاخدش ابدا has وتاخد المفروض انها تاخد have. طب ليه ما ينفعش have been drinking؟ ليه هختار انا هختار have drunk زمن مضارع تام عادي. ليه مش have been drinking؟ لان طبعا ده زمن مضارع تام مستمر، والمستمر ما بيجيش مع الارقام. انا لسه قايل ما ينفعش اكتب 3 مع المستمر، فبالتالي هختار have drunk زمن مضارع تام. Number 14 I not أحمد I met him a moment ago. A moment ago منذ لحظة، يبقى معناها انه just توا او حالا، يبقى have just met. ومعروف ان just بتيجي ما بين have و has والتصريف التالت. What is the problem? I not my glasses and I can't read what is in the advertisement. مش قادر اقرا دلوقتي، يبقى خلاص اتكسرت دلوقتي والاثر باقي. يبقى معنى كده ان ده مضارع تام. دايما بنقول الحاجات اللي اثرها باقي، انا مش قادر اقرا دلوقتي، يبقى ده مضارع تام have broken. Number 16 his style of painting not over the years has it changed. Has it changed over the years. Over the years يعني زمن مضارع تام، يبقى has it changed letter D. How many times not to you since he traveled abroad. طبعا شايفين since كلمة تدل على المضارع التام، فبالتالي has he written. Letter C. Would you like to borrow this book? No, thanks, I not it. لا، حابب تقرأ الكتاب؟ تستلف تستعير الكتاب؟ لا والله أنا خلاص قريته بالفعل. I have already read it. I have already. أنا خلاص قريت الكتاب، مش محتاج. ما ينفعش أقول never طبعا، لازم يبقى أنا قريته فمش محتاج أقرأ، يبقى already letter A. 19. I haven't been able to play tennis since I not my arm. Since لما بتيجي قبلها مضارع تام وبعدها زمن، بيبقى زمن ماضي بسيط اللي هو broke letter D. I have only not to Hong Kong once but I have done but I'd love to go again. والله أنا قلت الفرق ما بين، طبعا في الجزء الثاني من الحلقة شرحنا القاعدة وقلنا إن have been to يعني ذهب إلى مكان وعاد منه، have gone to ذهب إلى مكان لسه هناك، فهو بيقول عايز أرجع تاني، عايز اروح تاني، يعني معنى كده انه راح ورجع، يبقى بين letter A. 21 you can't see Tamer before Wednesday he not London for a few days on business. ما تقدرش تشوفه قبل يوم الاربعاء لانه راح لندن. خد بالك انه احنا بنتكلم كده انه لسه ما رجعش، فيبقى مش بين يبقى جن. عرفت الفرق؟ has been to يعني راح ورجع، has gone to يعني راح ولسه هناك. انا شرح الكلام ده في الجزء الثاني بشكل واضح جدا ومسهلها على فكرة ومبسطها، ممكن تبقى تسمعها. Letter C هي الإجابة الصحيحة. 22 رادوا doesn't know what flying is like because she not. ما تعرفش الطيران ده شكله ازاي لأنها عمرها ما طارت. بس ده باختصار نفي، has never flown، ما تعرفش الحاجة لأنها مش ما عايشتهاش قبل كده، نفي. 23 since he became famous in Egypt people not his books into many languages. شايف انت كلمة since في اول الكلام، معنى كده احنا بنتكلم في زمن مضارع تام، وبالتالي هختار have translated. Have translated letter C. It's two weeks since we last. اتفقنا ان since we last يبقى بيجي بعدها فعل ماضي بسيط على طول، يبقى met. Letter D. This is the most interesting book I have not read. يا جماعة لما تلاقي the most او ذا والصفة وي سي تي، يبقى تعرف ان في ever. 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 Okay. يبقى الاختيار ever letter C. Oh, I not my passport. What should I do? طبعا ضاع منه الباسبورت ومش عارف يعمل ايه دلوقتي، والنتيجة موجودة حاليا وهو مش عارف يحل المشكلة. بنتكلم في زمن مضارع تام، يبقى have lost letter A. Tamer not a lot of health problems since he started living in this polluted city. شايف since معنى ده ان الكلام في زمن مضارع تام، وبالتالي اختار has had. تامر عنده مشاكل صحية منذ ان عاش في هذا المكان. Number 28 عادل hasn't contacted me since he not Cairo. لما نلاقي since قبلها مضارع تام، يبقى بعدها not، هيبقى عايزين زمن، زمن ماضي بسيط left. Left letter C. انا شارح الكلام ده في الجزء التاني كويس. 29 I have not been to the zoo before. طالما في كلمة before يبقى عمري ما رحت قبل كده من قبل. Never. Never. Letter A. I have never been to the zoo before. عشان كلمة before اخترت never. 30 بلال isn't here he has not to the dentist. هو مش هنا، يبقى راح ولسه مرجعش، يبقى طالما راح ولسه مرجعش يبقى gone. لو كان راجع كان يبقى بين، هي الإجابة الصحيحة، الإجابة هنا gone.
We haven't traveled by train not years. دي حالة شاذة من four years. هتلاقيها في الجزء الثاني مشروحة بالتفصيل. 32. I can't phone my parents because I not my mobile phone. مش قادر اتصل بيهم لاني ضاع مني الموبايل فون. انا شرحت لك في الجزء الثاني من الحلقه اللي هو في القاعده، قلت لما تلاقي بيكوز في النص قبلها مضارع يبقى لازم بعدها مضارع تاني. بيكوز اهي قبلها مضارع كانت فون، يبقى لازم بعدها مضارع تاني. هاف لوست، خلاص ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. ليتر دي الاجابه الصحيحه. نوالز youngest sister has studied the past tense but she not the present perfect yet. yet اخر الكلام يبقى haven't او hasn't وتصريف الثالث، وعلشان she يبقى hasn't studied letter B. باسل isn't hungry because he not a big lunch. لسه قايلين because في النص قبلها مضارع يبقى بعدها مضارع تام has eaten. We can't go home by bus because the last bus. اتفقنا كتير قوي انه مش قادرين نروح للبيت بالاتوبيس لان اخر الاتوبيس لسه ماشي. has just left because في النص قبلها مضارع بعدها مضارع تام has just وتصريف التالت. 36 Hamid's hair is wet because متهيالي خلاص حفظتوها اوكي، بس خلينا نركز قوي في اللي هيحصل ده. شعر حامد مبتل لان، طب كلهم هنا مضارع تام ما عدا الاخيره خلاص، طب ايه ولا بي ولا سي؟ هو شعره مبتل لانه ايه؟ واخد الشاور، لانه عمره ما خد شاور ولا لسه واخد شاور دلوقتي. has just توا او حالا، كلمه just يعني توا او حالا، فطبعا هنختار letter A. 37 we will make a move as soon as the train. اتفقنا ان as soon as و after و before و when و if وكل الروابط الزمنيه دي لما يجي قبلها will المصدر يبقى بعدها مضارع بسيط او تام. لو عندي مضارع بسيط كانت هتنفع اوكي، بس ما عنديش طبعا، فما عنديش غير مضارع تام هنا has stopped. تاني يا شباب، ولو اللي ما حضرش معايا الحل الجزء التاني من الحلقه يبقى يحضره، بس انا هقولها تاني دلوقتي عشان لو انت ما سمعتهاش. لما يبقى عندي as soon as او after او when او if او اي رابط من الرابط الزمنيه الشهيره دي اللي كل واحد منهم ليه قاعده وانت عارفها، بس كلهم في النهايه لو قبلهم مستقبل زي will make اللي انت شايفها دي، يبقى بعدهم مضارع، يا بسيط يا تام. ما عنديش هنا بسيط يبقى عندي تام. letter B الاجابه الصحيحه. 38 دعاء not at the nearby school for 3 years when she was young. طبعا هتقول لي for كلمه تدل على زمن المضارع التام، هقول لك لا. الحلقه الاولى الوحده الاولى قلت لك ان في الوحده الاولى قلت لك انه for ممكن تيجي مع الماضي البسيط، هنا ده ماضي بسيط لانه بيقول when she was young عندما كانت صغيره، بتكلم في زمن الماضي، فبالتالي worked لما نكون بنتكلم عن سيره ذاتيه بتاعت حد ونحكي حياته في زمن الماضي بنستخدم الماضي مع for عادي. طب انا افرق ازاي؟ لو ما كانش قال عندما كانت صغيره كانت هتبقى عادي مضارع تام، انما هنا بيقول لك when she was young وهي صغيره، فكده بنتكلم في الماضي مش المضارع. 39 my uncle not for london to do some business just now. just now لسه دلوقتي حالا ماشي، فهنختار left. left مشي في الماضي left. طبعا حد هيقول لي طب مو just now يبقى just ايه؟ اقول لك لا، just دي اللي بتيجي في النص ما بين have و has والتصريف الثالث، هنا ساعتها يبقى مضارع تام، انما لما تيجي لك في الاخر كده لا ده ماضي left. I not a vegetarian, I have never eaten meat. عمري ما اكلت ابدا لحمة لان انا vegetarian نباتي اوكي. طيب اولا مضارع ليه؟ عشان ده حاجة طول عمرها I have never عمري مع في حياتي، يبقى بنتكلم في المضارع اهي، وانت شايف قدامك كلمة have اهي، يبقى اكيد هنا مضارع اوكي، يبقى مش ماضي had ولا was ولا was، وبالتالي اختار have always been letter B هي الاجابة الصحيحة. Mr. Yang not a hospital for 3 weeks now because of corona disease. الراجل ده طالما في كلمة for زي ما انت شايف دخل المستشفى من 3 أسابيع، شايف كلمة for تدل على المضارع التام يبقى has been in. طيب has been in hospital ليه مش has been to؟ لأن has been to يعني ذهب إلى مكان ورجع منه، راح ورجع، انما هنا بنقول هو موجود داخل جوه في المستشفى من 3 أسابيع، مش معناها ذهب. لو معناها ذهب وراح ورجع كان يبقى موضوع تاني، لا ده هو حاليا دلوقتي جوه المستشفى، فهو موجود جوه المستشفى in the hospital. يبقى هنا ده مش has been to اللي هي بتاعت ذهب وعاده، ولكن دي معناها been ده اللي هو التصريف الثالث من يكون، هو موجود، هو يكون في المستشفى جوه المستشفى.
42 since his mother not ill he will clean the flat for her. كويس. since مش معناها منذ, هنا معناها لأن مامته تكون is مضارع. الله دي سنس ماليش دعوة is ازاي, هقول لك لأن معناها لأن أمه مريضة سوف هو يفعل كذا, هو هيعمل كذا وكذا وهيساعدها. is a هنا سنس معناها لأن, احفظ لي ان سنس ممكن تيجي تساوي because في المعنى بمعنى لأن. have you finished the note it's too early already بتيجي في آخر السؤال لو أنا مندهش. يعني ايه؟ يعني اقول لك ايه ده انت خلصت كده فعلا, ده لسه بدري قوي. هو ده already فعلا انت عملت كده فعلا, يبقى already بتيجي في اخر السؤال, في اخر السؤال لو انا مندهش, عشان كده كاتب بعدها it's too early. why are you late sorry I not for my glasses, انت ليه متأخر, متأخر في المضارع are المضارع. قال له والله انا كنت ببحث في زمن المضارع التام المستمر have been looking, مضارع تام مستمر انا كنت بدور على الجلاسز بتاعتي I have been looking. letter B the manager not 10 applicants, applicants اللي هم المتقدمين للوظيفة for the new job so far. so far كلمة تدل على زمن المضارع التام, يبقى من غير كلام كده has interviewed. letter B oh I not my mobile what can I do, مضارع تام لان الاثر باقي. ده انا ضاع مني الموبايل اللي هو حاجة لسه حصلت دلوقتي والاثر باقي واعمل ايه, ومش اللي هو محتار كده ولسه الموضوع حاصل ومش عارف يعمل ايه, الاثر باقي يبقى have broken. letter B nothing like this not to her, مفيش اي حاجة زي كده حصلت ليها. خد بالك انه nothing ما ينفعش نكتب معاها never لان nothing منفية ونيفر منفية, فبالتالي احط مكان never هنا ever, مفيش اي حاجة حصلت قبل كده ليها. has ever happened عشان nothing موجودة هكتب ever. letter C 48 it's a month not hind last visited her uncle, it's وبعدين مدة since وبعدين فعل ماضي, ارجوكم احفظوا القاعدة دي it's مدة since فعل ماضي. B هي الإجابة الصحيحة. It's more than 40 years. نفس الفكرة. It's مدة since فعل ماضي. Since I traveled. letter D هي الإجابة الصحيحة. Not I started my job. I have met important people from all over the world. Since برضو لأن بعدها فعل ماضي. ثم مضارع تام. أنا قلت لك. Since ينفع تيجي في جملة فيها زمن مضارع تام وماضي. يبقى بعدها ماضي والمضارع التام في الاول خالص في الاخر خالص. يعني ممكن اقول I have met important people since I started او since I started I have met important people, كلاهما صحيح. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وهي الخاصة بالجزء الرابع من الوحدة التانية. ما تنساش ان كل الروابط بتاعت الحلقات اللي فاتت الوحدة الاولى كاملة والاجزاء اللي فاتتك من الوحدة التانية وحتى الجزء الخامس كمان وقائمة التشغيل بتاعت الوحدة التانية كلها تلاقيها في صندوق الوصف. ما تنساش كمان تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معايا ان شاء الله لغاية النهاية. اشوفكم الحلقة الجاية, الى اللقاء.